بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله يا جماعة احنا في القناة دي هنوضح وهنشرح كل منتج من منتجات الاجهزة الكهربائية اللي موجودة في السوق شرح تفصيلي. طبعا لو انت رجعت او متابع معانا على القناة هتشوف الفيديوهات اللي قبلها، عملت شرح تفصيلي لكل نوع من انواع ثلاجات ال جي والانواع من ثلاجات شارب وايه توشيبا. والنهارده ان شاء الله هنقول موديل احنا مش شرحناه قبل كده في موديلات ثلاجات توشيبا. توشيبا ال 296 لتر ال 11 قدم اللي سعرها النهارده ب 17950. هنتكلم على الغاز التبريد، هنتكلم على القدرة التجميدية، هنتكلم عن الابعاد، هنتكلم عن الموتور، هنتكلم على كل حاجة فيها، عملية النظافة، تخزين، ازاي اخزن التلاجة لو انا مسافر. طيب قبل ما نبتدي كده يا ريت نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد لله لا اله الا الله. طلب صغير بس، في زرار تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك، ده زرار مجانا مش هيخسرك بحاجة، بس انت تاخد بس جزء من الثانية هتدوس لنا عليه، وفي زرار جنبه لايك. طيب نبتدي بسم الله. دي ثلاجة توشيبا العربي يا جماعة، دي توشيبا العربي اللي هي موديلها ايه؟ موديلها 31 اللي هي الحجم بتاعها 296 لتر، الاستهلاك الشرقي على الكهرباء 42 كيلو. توشيبا نو فروست، بتبرد بالبخار مش بتعمل تلج. ضمان العربي، ضمانه 10 سنين زائد سنتين عمر افتراضي. رقم السنه بتاعهم 19/3/19. سعرها النهارده عامل كام؟ 17950. 17950 اللي هي 296 لتر اللي هي موديلها 31 اللي هي توشيبا بضمان العربي. طبعا دي بيكون لونها سيلفر وبينزل منها اللون الشامبين واللون الابيض. المقبض بتاعي مقبض داخلي، تمام. بصوا يا جماعه التلاجه دي موديلها 31، حجمها الصافي من جوه 296 لتر، بينزل منها اللون السيلفر والشامبين والابيض. دي مقبض داخلي، استهلاك الشرقي بتاع الكهرباء 42 كيلو. حجم الفريزر لوحده بيبقى 90 لتر. حجم الفريزر اللي احنا هنفتحه دلوقتي ده كده، ده حجمه 90 لتر. اما حجم الكابينه اللي تحت 206 لتر، يبقى حجم الفريزر ده 90 لتر، حجم الكابينه 206 لتر. ثلاجات توشيبا في المقاسات الصغيره، توشيبا العربي في المقاسات الصغيره من اول الحجم ده لحد ال 14 قدم بيبقى حجم الفريزر كبير. بيبقى حجم الفريزر بيبقى تقريبا تلت الثلاجه، تلت حجم الثلاجه. فبالتالي ثلاجات توشيبا العربي الفريزر بتاعها كبير جدا، فممكن يتخزن فيه سواء الحجم ده او الحجم الاكبر منه. دي عندي اهي الكابينه اللي تحت، درج التبريد السريع، ادي فيه رفين، في اضاءه اهي، في اضاءه زي ما انتم شايفينها اللي هي في الوش، الترموستات اللي بتحكم في درجة التبريد من 1 لحد 7، 1 اقل حاجة و7 يعني اعلى حاجة. عندي درج الخضار والفاكهة، عندي الرفوف بتاعت باب الكابينة، عندي اللي هو الجزء بتاع صنع التلج، وعندي الجزء اللي هو بتاع البيض. طيب دي نبص على ابعادها كده الاول. لو فتحت الكتالوج بتاعها يا جماعة هتلاقي الابعاد مكتوبة اهي. دي ابعادها، العمق بتاعها 68، العرض بتاعها من قدام كده 60، يعني 60 في 68، 60 في 68. الارتفاع بتاعها 1.53 و7، قول 1.54، 1.54. انا بقول لك الابعاد للناس اللي عندها مشكله في المكان اللي اتحط فيه الثلاجه. طبعا الثلاجه دي حجمها صغير، يفضل مثلا الناس اللي بتشتريها اللي هي مثلا لو حد عايش لوحده في البيت او فردين، فرد او فردين، او بياخدها مثلا يحطها في محل تجاري مثلا هو شغال فيه، يحط فيها الدواء مثلا، الاكل، الحاجات اللي هو شغال فيها، او مثلا سكن طلبه ولا حاجه وبتقضي مثلا فرد فردين، وكل واحد حسب ما هو شايف. واحد يقول لك لا دي ممكن تقضي 3، ممكن تقضي 4، ما عندناش مشكله حسب الاستخدام. طيب دي غاز التبريد بتاعها، غاز اسمه سيكو سيكلوبنتين، ده غاز تبريد او الاسم التاني المشهور بيه R134E. القدرة التجميدية بتاعت التلاجة دي بيبقى 5 كيلو طعام في اليوم، طبعا رقم كبير جدا. لو هنقارنها مثلا بتلاجة زي تلاجات فريش في الأحجام الأكبر من كده، يعني لو فريش أكبر من دي حجما بتبقى تقريبا 3.8 كيلو طعام في اليوم. أما دي الفريزنج كابيست بتاعها 5 كيلو طعام في اليوم. طبعا احنا قلت لكم الفريزر برضو فيه ترموستات بتحكم في درجة التبريد من أول 1 لـ5، 5 يعني سالب، يعني درجة الحرارة بتكون سالب 20 وسالب 21، 3 بيبقى سالب 18، 1 بيبقى سالب 15 وسالب 16. أما بتحكم في درجة التبريد بتاعة الكابينة اللي تحت من 1 لـ7، 7 يعني درجة الحرارة 1 و2، 4 يعني 4 درجات. طيب 1 اللي هي درجة حرارة عالية، سخونية عالية، بيبقى درجة يعني 1 ده بيبقى بتديني درجة حرارة 6 أو 7. طبعا التلاجة دي بتشتغل في المناطق اللي هي درجة حرارتها من اول 16 لحد
38 يعني اخرها 38 عشان تشتغل بكفاءه. طب لو درجه الحراره مثلا عندنا في المحافظه 45 و5 هتشتغل معاك بس مش هتشتغل بالكفاءه بتاعتها الكامله، تمام؟ طبعا السلبنتينه بتكون من الجناب عشان كده هي بتسخن من الجناب. طيب احنا عايزين نبص على ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه قبل ما نبص على الظهر والموتور وغاز التبريد لازم اقول لكم ان الثلاجه دي فيها فلتر اللي هو بينقي الروائح اللي جوه الثلاجه، يعني في الاكل جوه الثلاجه بيعمل ريحه، فالثلاجه دي فيها فلتر بينقي الروائح اللي جوه الثلاجه ويخلي الثلاجه تفتحها كده تشم ما تشمش ريحه، سواء بقى حاطط بقى زفر او حطيت سمك فراخ اي حاجه مفيش ريحه تشمها، لان في فلتر بينقي الروائح اللي جوه الثلاجه وما بتخليش ريحه الاكل تبهت على بعض او تكرف على بعض. طيب درج التبريد السريع اللي فوق ده بيحفظ الاكل من يومين لثلاث ايام بس، من يومين لثلاث ايام. طبعا الثلاجه اول ما تشتريها لازم تسيبها يعني اقل حاجه 3 ساعات، تسيبها في مكانها تشتغل فيه 3 ساعات من غير ما تحط الفيشه. يعني انت هتحطها في المكان اللي هو معروض فيه دلوقتي ده، حاططها في مكانها سيبها 3 ساعات من غير ما تحط الفيشه. بعد كده بعد 3 ساعات لما يخلصوا حط الفيشه وشغلها فاضيه. شغلها فاضيه مثلا من يعني هو بيقول لك في الكتالوج شغلها فاضيه من 9 ساعات ل 14 ساعه عشان تاخد دوره التبريد بتاعتها كامله وتحس بكفاءه التلاجة. وطبعا التلاجة لازم تسيب مسافه بين كل يعني تسيب مسافه بينها وبين الجنب اليمين والجنب الشمال والظهر 20 سم عشان تشتغل بكفاءه ويبقى التهويه بتاعتها حلو. وطبعا الفتره دي انقطاع الكهرباء في مصر عالي جدا، فالتلاجة دي ما فيهاش منظم للاسف، ما فيهاش منظم، المنظم بيكون موجود في التلاجات الانفرتر. فانت بعد ما الكهرباء ترجع، لما الكهرباء تقطع شيل الفيشه، لما الكهرباء ترجع ما تحطوش على طول، ما تحطوش الفيشه على طول، استنى بتاع 7 دقائق. مش انا اللي بقول كده الكتالوج. طيب نبص بقى كده على ظهر الثلاجه، هطلعها لكم بس قدام سنه ونبص على الفريزنج كابست والموتور وغاز التبريد دي واحده. طيب يا جماعه الثلاجه هي طلعتها لقدام سنه، هوريكم حاجه كده في الظهر، هوريكم بقى الموتور وغاز التبريد والفريزنج كابست. نبص كده على البيانات اللي هي الموديل ده اهو، موديل 31 دي بتشتغل 220 فولت 50 تردد. الحجم بتاعها هتلاقي مكتوب اهو 296 لتر. الفريزنج كابست اهي، الفريزنج كابست ماشي معاه كده اهو، في ال 12 ساعة يعني في النص يوم 2.5 كيلو طعام، اما في اليوم كامل يبقى 5 كيلو طعام. غاز التبريد المستخدم غاز تبريد ار 134 مشحون بمقدار 115 جرام، تمام؟ عايز تعمل سكرين اهو، وقف واعمل سكرين. طبعا انا شايف الفريزنج كابست بتاعها جميل جدا بالنسبه للحجم ده، فانا متوقع ان التبريد بتاعها هيكون عالي. طبعا الفينش من الظهر بيكون من المعدن. نبص كده بقى ايه على المواسير، المواسير اهي يا جماعه شايفين نحاس، ده الغطاء البلاستيك اللي بينزل عليه الميه ويتبخر مع سخونيه الموتور. نبص كده على الموتور، اه يا موتور، موتور جي ام سي سي نفس ميد ان شاين اهو، فين ميد ان شاين، الشهادات اللي حصل عليها، تمام؟ تقفيل اهو ما شاء الله جميل جدا. طيب قلت لكم قبل كده ان موتور جي ام ام سي بينزل برده في توشيبا بضمان مراكو، بس بينزل في كل الاحجام في توشيبا بضمان مراكو، اما في توشيبا العربي بينزل الموتور ده بس بينزل في الاحجام الصغيره، او بمعنى تاني بينزل في الثلاجات التوشيبا العربي اللي هي مش انفرتر. اما ثلاجات توشيبا العربي توشيبا بضمان العربي الانفرتر بيبقى موتورها كوري مش جي ام ام سي، لا بيبقى موتورها ميد ان كوري. وصلت؟ طيب ده السيريال برضو عشان تطابقه مع الموجود في الضمان اللي جوه التلاجة. هنتكلم بقى على نقطتين مهمين جدا، نرجع التلاجة بقى مكانها. طيب في ناس تقول لي ازاي انضف التلاجة، وفي ناس تقول لي انا مسافرة فترة طويلة بره مصر مثلا او في اي حتة فالتلاجة مش هستخدمها، هل كده ممكن تبوظ لو انا سبتها؟ بصوا يا جماعة، انا لو انا مسافر ومش هستخدم التلاجة فترة مثلا بالشهور، يعني مش هاجي البيت غير بعد كام شهر، فيستحسن ان انت تعملي ايه؟ تفضي التلاجة من الاكل بتاعها وتنضفيها، وهقولك ازاي تنضفيها. بعد كده تشيلي الفيشة من الكهرباء، تمام؟ وتفتحي باب التلاجة يعني ايه بتاع خمسة يعني كده، تفتحي باب التلاجة والفريزر وتثبتيه بأي بقى بأي خرقة بأي فوطة كده بالزاوية دي وتسافري، تمام؟ ليه بقى؟ عشان الرطوبة أولا، وعلشان الريحة، وعلشان برضو المادة اللي جوه المادة البيضاء دي ما يحصلهاش حاجة وتعفن، فأنت لازم تفتح لها الباب بالمجدرة اللي وريتها لك. طيب إزاي بقى أنضف التلاجة؟ بصوا يا جماعة، أنت أول ما تشتري تلاجة جديدة هتفتحوا التلاجة تشموا ريحة البلاستيك، تمام؟ دي طبيعي جدا. عايز تتفادى الموضوع ده، لو أنت عندك حساسية مثلا من ريحة البلاستيك والكلام ده، بتجيب فوطة مبلولة وإيه؟ وتمسح بيها التلاجة من جوه، بعد كده فوطة ناشفة وتنشف بيها التلاجة. طيب
انضف التلاجة من بره، الاسطح الخارجية بنضفها بقماشة مش مبلولة، بقماشة جافة. طيب الجسم الداخلي بقى، الحاجات اللي جوه التلاجة انضف ازاي بقى الحاجات اللي جوه التلاجة؟ اول حاجة انت هتفصل الفيشة من الكهرباء، تمام؟ تفصل الفيشة من الكهرباء، بتشيل الرفوف البلاستيك والحاجات دي، تطلعها بره تغسليها بقى تحت الحنفية براحتك انت بقى، تمام؟ اهم حاجة لما تغسليها تحت الحنفية ترجع تنشفيها، ما تخليهاش فيها مية، تمام؟ بعد كده تغسلي الجسم اللي جوه، بتعملي ايه؟ بتجيبي مثلا فوطه مبلوله بصابون وتدعكي بيها الثلاجه من جوه، وتبعدي عن الفتحات، مالكيش دعوه بالفتحات اللي هي بتطلع البخار، تمام؟ بعد ما تنضفيها بتجيبي فوطه مبلوله برضو تغسلي بيها الثلاجه من جوه، بعد كده تجيبي فوطه جافه تنشفي بيها الثلاجه. اما الجوان بقى بتعملي ايه؟ بتجيبي فرشه اسنان وتمشي على الجوان كده، الجوان اللي هو بيخلي الثلاجه باب الثلاجه يلزق، اللي هي الجسم الحته دي هوريها لكم ثانيه. ده الجوان بتجيب فرشة أسنان كده مش عايزاها، بتنضفي بها الجوان سواء بقى بصابون ومية دافية، بعد كده تمسحيه بفوطة ناشفة. ده عملية التنظيف سهلة جدا، وأي واحدة أي ست بيت شاطرة عارفة الموضوع ده، تمام؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهعمل لكم بقى تفصيليا شرح جميع التلاجات. أنا قلت لكم هعمل لكم بقى الفيديوهات الجاية تلاجات شرب، تلاجة تلاجة، ونخش على البوتاجازات، ونخش على الغسالات، ونخش على الرفايع، وإن شاء الله بدعمكم القناة دي تبقى قناة كبيرة ومهمة، ومرجع لأي حد عايز يشتري حاجة في الأجهزة الكهربائية. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.